الجوية. أوبيليس أينما كنتم. أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم في توقعات أحوال الطقس. هذا الأربعاء إن شاء الله مع العشية عبر قناتكم الحياة الجزائرية. راح نشوفوا الوضعية الجوية عن نهار اليوم كيفاش راح تكون. نهار اليوم مشاهدينا الحالة حيكون صافي بالنسبة لجنوب الصحراء والمناطق الشمالية، أما بالنسبة للمدن الشمالية اللي الحال عندكم راح يكون مغيم شوية. لازم نشوفوا حالة الطقس مع العشية إن شاء الله. معلش ان شاء الله مشاهدينا حنسجلوا اضطراب جوي خفيف بالنسبه للمناطق الساحليه الوسطى، وراه يلتحق بالمناطق الساحليه الشرقيه، على عكس المناطق الساحليه الغربيه اللي الحال عندكم راح يكون صافي ومشمس. راح نسجلوا بعض الغيوم الخفاف بالنسبه للجهه الجنوبيه الغربيه، يلتحقوا بشمال الصحراء ويوصلوا لاقصى الصحراء، لكن على العموم هاد الغيوم خفاف ما عندهمش فعاليه. بالنسبه للبحر ان شاء الله نهار الاربعاء مع العشيه البحر راح يكون هادئ على السواحل الوسطى والسواحل الشرقيه، وسرعه الرياح تعوي راهي لحقت 15 كيلومتر في الساعة، على عكس السواحل الغربية للبحر عندكم راح يكون مهول بزاف، وإن سرعة الرياح تاعو لحقت 25 كيلومتر في الساعة. يعني مشاهدينا سواء السباحة ولا الصيد راح يكونوا على السواحل الغربية غير مسموحين. نجوا نشوفوا درجات الحرارة مع العشية إن شاء الله. بالنسبة لدرجة الحرارة، درجة صغيرة كامل راهي بالغرب الجزائري بوهران ب 32 درجة، والدرجات الكبار كامل كالعادة راهم بصحراء الجزائر ويلحقوا ب 48 درجة بولاية ورقلان، نفس الشيء بولاية أدر وعين صالح. 45 كانت بالجزائر العاصمة، 36 كانت بكل من الجزائر العاصمة وتيزي وزو، 33 كانت بسكيكدا، و 39 درجة لحقت بولاية سطيف. هادو كانوا درجة الحرارة تاع العشية إن شاء الله. نجوزو نشوفو المعلومات الفلكية. بالنسبة للغروب تاعنا على الأربعاء إن شاء الله راح يكون على 7:49 دقيقة. لمزيد من المعلومات زورنا عبر موقعنا على الفيسبوك الحياة تشانل. مشاهدينا لحقت الختام نشرة الأحوال الجوية تاعنا اليوم، مبقى لي غير نقول لكم شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، أبقوا على خير. قدمت لكم الأحوال الجوية. أوبيليس أينما كنتم.